حينما يكون الفن في خدمة القضايا الإنسانية تتخطى الرسالة حدود المكان لتشيد جسور المحبة بين الشعوب وتزرع بذور الأمل في غد أفضل. وقت اللي صارت الكارثة هذية قررنا أننا نخصوا العائدات متاع العرض هذية للضحايا، وفما إمكانية زادة أن عروض أخرى زادة تكون يعني في نفس الاتجاه. رسالة خاصة من الفنان يعبر عليها بطريقته، والجانب الإنساني مهم ياسر في الفن، وإحنا إذا كان بالفن ما نجموش نقربوا الناس لبعضها، يعني حتى الرسالة الأساسية يعني ضاعت علينا. المبادرة جيدة جدا، وإن شاء الله يتكاثروا مبادرات من نوع هذا، وكأنها مرتبطة بالثقافة شيء جميل جدا، وربي يرحم اللي توفي، وربي يفرج على المجروحين، وربي يفرج على سوريا. رب أزمة معناها تولي هي فرصة للخير، معناها احنا كنا نستنى وانا ترجع العلاقات ما بين تونس وسوريا، الحمد لله يعني على الأقل فما بصيص أمل. من المهم أن يبادر الفنانون إلى تحفيز الناس من خلال الفن على مساعدة ضحايا الزلزال. توجد دائما أهداف نبيلة تستحق الدعم، والفنانون هم أكثر الناس المؤهلين لأداء مثل هذا الدور. سوريا تعيش أيضا في وضع صعب تحت وطأة عقوبات لا إنسانية، وحتى في وضع تجابه فيه البلاد كارثة. علينا تجاوز هذا التحدي وتقديم كل الدعم الممكن إلى الشعب الشقيق في سوريا. أي مشترى تونس الميادين.